السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض خبز البالون، او خبز البالون، ايوه، إيه لانه بيبقى منفوخ كده عامل زي البالونه. شفت له كذا فيديو، كذا طريقه، ناس كتير عاملاه، ناس كتير جربته. هو بقاله فتره يعني، مش لسه طالع دلوقتي، حوالي شهرين ثلاثه كده، بس انا لما شفته عجبني فقلت بقى انفذه معاكم وتشوفوا طريقته عامله ازاي، وهل هيطلع حلو ولا لا، وهيعجبكم ولا لا، يعني كده. يعني طقت في دماغي، قلت بعمله وكمان اصوره وتشوفوه معايا بقى هيطلع عامل ازاي. بس هو بجد يستحق التجربه، ومقاديره بسيطه جدا ومش مكلفه. يلا بينا ندخل على المقادير. دلوقتي بقى المقادير بتاعتنا معايا هنا كده 3 كوبايات من الدقيق، انا مستخدمه 3 بس، ممكن تزودي عن كده لو انت حابه. وكمان معايا هنا حوالي 1.5 كوباية من اللبن او الحليب. الحليب انا هنا مستخدمه شرش الجبنه، لاني ما كانش عندي لبن ساعتها، فلازم بقى نتصرف يعني، مش عشان ما عندناش لبن ما نعملش الوصفه دي، لا عادي هيقوم برضو بدور اللبن او الحليب، عشان طبعا في ناس في الدول العربيه كتير بيقولوا على اللبن حليب، واحنا هنا في مصر بنقول عليه لبن، فعشان يبقوا معايا بقى في الموضوع ده. اهو ببتدي كده انزل شويه شويه بالشرش اللي معايا ده، وحطيت عليه 2 كبار من السكر ومعلقه من الخميره، وابتدي اعجن بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عندك عجان تقدري تستخدميه، ما عندكيش هتعملي على ايديكي كده زي ما انا بعمل بالشكل ده. انا عندي عجان بس انا يعني حابه اعمل على ايدي علشان تبقوا معايا، واللي ما عندوش بقى ما يستصعبش الوصفه يقول لك لا مش هعجن وكده. انا بقى حطيت اخر شويه شرش كانوا معايا، علشان كان فيهم بقى طبعا السكر والخميره وكده، فمش هينفع احتفظ بيهم وهرميهم، حرام يعني. فحطيتهم وانا عارفه ان العجينه يعني هتلزق معايا او هتحتاج دقيق تاني، حطيت لها شويه من الدقيق، وبعد كده ابتديت اعجنها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لازم نعجنها ونخدمها كويس جدا حوالي 5 دقايق علشان تدينا ملمس ناعم، العجينه يكون ملمسها ناعم بس ما تكونش بتلزق، وبتكون يعني متماسكه. وابتدي كده افردها، اعملها اسطوانه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ونبتدي نقطعها لكرات متساويه. انا هنا هقطعها ل6 كور، وهبتدي ان انا اكورهم وهسيبهم كده يرتاحوا حوالي 5 دقايق 10 دقايق، وابتدي ان انا افردهم معاكم بالشكل اللي انتوا هتشوفوه ده. شايفين حجم الكره يعني حلو قوي، مالي مركزه يعني، كي حجمها كبير مش صغير. دلوقتي بقى العجينه ارتاحت معايا شويه، معايا هنا شويه من اللبن وعليهم ومعايا كمان شويه من السمسم. طبعا كميه السمسم انا حاولت تبقى اكتر من كده، بس الصراحه ما لقيتش غير دول عندي، فقلت بقى لا يعني مش هينفع ان انا ما اعملهاش. هي جت في دماغي شفتها وقلت عايزه انفذها يعني اقوم اعملها، فما لقيتش غير شويه السمسم دول، فقلت هعمل بيهم بقى وزي ما تطلع. بصوا اهي العجينه واللبن هنا اهو، زي ما انتم شايفين كده، هما دول الشويه اللي كانوا عندي، فما كانش ينفع ان انا هعمل بيهم العجينه وكمان اعمل بيهم العجينه تاني بعد ما اعجنها في السمسم زي ما انتم كده هتشوفوا معايا. فخليتهم بقى للخطوه دي، للمرحله دي يعني، هنزل كده العجينه في اللبن كده بالشكل ده، بعد كده انزل بالسمسم. استنوا بقى عشان انا ايه نسيت حاجه كده، عشان انا المفروض ايه انزل بالعجينه من ناحيتين علشان احط فيها سمسم بالشكل ده كده اهو. اهو بصوا كده بالشكل ده، واركنها كده على جنب، وهعمل تاني واحده بالشكل ده، ننزلها بقى كلها كده في اللبن. يستحسن يعني ايد تعملي بيها وتحطيها في اللبن وايد تانية في السمسم، عشان ايه كله كده بيدخل في بعضه ومش هينفع يعني. اهو انا بحاول بقى اللي هما في الجناب دول نعملهم برضو كده بالشكل ده، بحيث ان هي كلها تتميلي سمسم كده، عشان طبعا لما نيجي نفردهم السمسم دوت يعني هيتوزع بقى في على العجينة، وكمان برضو لما نقليهم هينزل منه شوية في الزيت وكده. اهو بسم الله اهو كده
بس خلاص حلوة وكده، عشان بقى ايه يكفي بقى بقية الكور اللي معانا. ممكن بقى كرة يعني ما تكفيش السمسم، يعني ما يكفيش يعمل كمان كرة والاتنين التانيين كده يبقوا سادة، يعني مش مهم بقى اهو بالشكل ده كده. بس كده شكرا، كويس ان هو ايه عمل معانا يعني اي حاجة يعني. بس والتانيين دول بقى سيبهم سادة. دلوقتي بقى هنبتدي نفرد العجينة كده، بسم الله اهو بالشكل ده. هي طريقتها سهلة جدا يعني، مش محتاجة بقى فتي يعني، وهنقطعها برضو في كل سهولة اهو كده بالشكل ده. طبعا هي بقى بتلزق كده بسيط علشان اللبن، تحسوها عاملة زي السمسمية اللي هي في حلاوة المولد. نبتدي بقى نقطعها، نجيب حاجة بس كده نقطع بيها. بصوا يعني ناخد واحدة كده وناخد واحدة كده، بس بقت معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. استنوا كده خلاص كده كلها بقى هنقطعها بنفس الطريقة ونفس الشكل، وهنسيبها بقى لحد اما تخمر شوية، لان احنا طبعا ما خمرناهاش في الاول. لو انتوا حابين في الاول تخمروها مفيش مشكلة، بس انا ما خمرتهاش لاني يعني هتتخمر دلوقتي، ف يعني عشان اكسب وقت يعني على طول كده، فتبقى اخمرها يعني مرة واحدة. هخلص بقى الكمية كلها وارجع لكم. دلوقتي بقى معايا الزيت اللي انا اللي احنا هنقلي فيه الخبز بتاعنا. الزيت يكون سخن علشان الخبز اللي احنا هنعمله ما يشربش زيت مننا ويبقى في الاكل مش حلو، فلازما الزيت يكون سخن والنار تكون وسط. نسمي كده بالله، بسم الله الرحمن الرحيم. اهو كده بالشكل ده نبتدي بقى ننزل. بس حلو قوي كفايه دول يعني. وبالمعلقه كده احط كده على الوش بتاعه كده زيت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، زي ما انتوا شايفين كده معايا. بصوا ابتدى ينفخ ازاي بالشكل ده. اول بقى ما ياخد لون كده من تحت هبتدي اقلبه على الناحيه التانية كده بالشكل اللي انتوا شايفينه. زي ما قلت لكم نفضل كده نحط له زيت بالشكل ده عشان ينفخ معانا بالشكل ده، يعني معايا كده طول الوقت مش عارفه ليه. بصوا شايفين بقى بيتنفخ معايا ازاي. وخد لون حلو كمان. ولازم الزيت زي ما قلت لكم يكون سخن علشان ما يشربش منكم زيت. اول كده ما ياخد بقى لون من الناحيه الثانيه هبتدي بقى ان انا اطلعه واحط غيره، وهكذا بقى لحد ما اخلص كل الكميه اللي معايا. دلوقتي خلاص بقى خلصتهم كده زي ما انتم شايفين، عاملين كمية محترمة وشكلهم روعة يعني بيتكلموا عن نفسهم. بصوا كمان منفوخ ازاي وحلو بجد تحفة جدا. ده السادة اللي هو ما كانش فيه سمسم، ودوت اللي فيه سمسم اهو. ولما نطلعه من الزيت ياريت نكون حاطين
مناديل مطبخ علشان لو في اي زيت بينزل منه ينشا، يعني المناديل تشربه ما يبقاش في الخبز بتاعنا. وكمان كان في حاجة تانية كنت عايزة اقولها لكم، ولما نطلعه من الزيت ما نحطوش فوق بعضه لانه بيبقى منفوخ كده وحلو زي ما انتم كده شايفين شكله. لو حطيتوه فوق بعضه وهو سخن السخونية دي هتخليه يهبط تاني، يعني مش هيبقى منفوخ بالشكل اللي انتم شايفينه ده. فلازم تحطوه وهو يعني تحطوه قصدي بعيد عن بعض. بجد تحفة جدا، يعني يا ريت بقى تجربوه وتقولي رأيكوا ايه. بصوا كده من جوه فاضي، بصوا الكلام، بصوا المنظر فاضي خالص ازاي. ممكن بقى نفتحه ونعمل منه سندوتشات حلو حادق. هيمشي الاتنين، هعمل معاكم كده سندوتش حادق علشان نشوف شكله. دلوقتي بقى معايا هنا جبنه وطماطم هنبتدي نحشي بيها الخبز بتاعنا. ممكن كمان تعملوه حلو لو انتوا حابين، هتحطوا فيه نوتيلا، تحطوا فيه عسل، مع بقى قطعتين فراوله، قطعتين من الموز، هيبقى جميل جدا جدا. من جوه زي ما انتوا شايفين كده فاضي، وبجد طعمه تحفه، يعني مش عايزه اقول لكم، يعني انتوا اما تجربوا هتعرفوا. يا ريت بقى تحطوا لايك للفيديو، ولو انت اول مره بتشوفوا القناه بتاعتي ما تنسوش تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس. وان شاء الله نتقابل فيديو جديد على خير. السلام عليكم.